أن انتقل وسام الطير عنده أسبابه، وإلا لماذا لم يلقى رضا الباشا مصيرا مشابها؟ أنا لا أجل ما فعله رضا الباشا هو محمده. لا مو محمده تطلع على فيسبوك وتفتح لايف لتحكي عن هيدا الملف. ننصح المواطنين بالعودة إلى الوطن. على أي عودة للوطن؟ أي عودة للوطن؟ مشان تزلوه على دور جارة الغاز يوقف 10 ساعات باليوم؟ ما تعلم رضا الباشا لكي يغلب الطابع الاستعراضي عن مهمتك كصحفي، أنا بقول أنت تكون تحولت إلى ناشر فيسبوك أكثر من صحفي. من انتقل وسام الطير عنده أسبابه، لأكيد في شيء يعني مثبت عليه.